تصريحات أكار وتهديداته لدول عربية خليجية تحملان ضغائن تجاه من تعتقد تركيا أنهم ساهموا في وضع نهاية للإمبراطورية العثمانية قبل نحو قرن من الزمن، وتهديده ينطلق من التزاوج الحاصل بين العثمانية والإخوانية في العالم العربي، كما ينطلق من حقد أعمى ضد الدول العربية المطالبة بكف تركيا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. هذا أبرز ما جاء في مقال للكاتب الصحفي خورشيد ديلي بعنوان أكار صبي أردوغان وكاشف جمجمته. تصريحات أكار بخصوص ليبيا والعراق وإقليم كردستان وسوريا وأرمينيا واليونان وفرنسا تكشف تحدثه بلغة السياسي وأحياناً بلغة المتحدث باسم أردوغان وكاشف طموحاته الجامحة وأحلامه العثمانية، مع أن الرجل وزير دفاع وهو منصب يقتضي منه التحدث بأمور عسكرية لا سياسية. فما السر وراء ذلك؟ وما طبيعة علاقته بأردوغان؟ أسئلة حاول المقال الإجابة عنها وكشف عن العلاقة الخفية بين الرجلين. أردوغان اتخذ من الانقلاب ذريعة لوضع مناوئيه في صفوف الجيش داخل السجون، وكان أكار أداته في تنفيذ كل ذلك، وهو الذي تخلص بقرارات إدارية من كبار قادة الجيش، فتكونت علاقة خاصة بينهما، وبات أكار يتقمص شخصية أردوغان ويتحدث بلسانه ويكشف عن مكنونات دماغه وقلبه، فيتسلل إلى التراب السوري والعراقي والليبي ويحلم بالسيطرة على النفط والغاز في الجوار الجغرافي، يستعيد الأحلام العثمانية إلى درجة أنه ينتقد اتفاقية لوزان التي حددت حدود الجمهورية التركية.